نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة صلاح الدين فضائية، أهلا بكم. حث رئيس كتلة المحور النيابية الدكتور أحمد عبد الله عبد على تعجيل بحسم كابينة عبد المهدي واختيار رؤساء اللجان البرلمانية والاهتمام بمعالجة هموم المواطنين، مشيرا إلى أن الخلافات السياسية لا يجب أن يدفع ثمنها المواطن تحت أي مسوغ. وقال الدكتور أحمد عبد الله عبد إن أبناء المناطق المحررة ينتظرون معالجات سريعة لمشاكلهم الاجتماعية والسياسية والأمنية، وإن بقاء وزارات شاغرة بعد 6 أشهر على تكليف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يتعارض مع القدرة على تنفيذ البرنامج الحكومي، مثل ما يزيد من متاعب المواطنين. وشدد رئيس كتلة المحور النيابية على ضرورة الاتفاق على خارطة طريق بتوقيتات زمنية محددة للتعجيل بإعمار المناطق المحررة والحد من معدلات البطالة فيها وتوفير الأرضية المناسبة لاستكمال عودة النازحين والاستعداد المبكر لمرحلة البناء بتكاتف برلماني وحكومي يتناسب وظروف العراق على مختلف المستويات.